رح جيب على الحفلة طبل وزمر، رح تقوم الدنيا. لكان رح يكون مثل العرس. إيه ليش لا؟ لكان رح تكون حفلة كتير حلوة والناس رح تنبسط. بس ديما ما بتحب هيك شي، ما هيك؟ إذا ما بتحبوا ما بعمل كل هاي القصص، بس بالعادة حفلة طهور بدها طبل وزمر وهيك شي. لا يا ابني، معقول هالشي؟ وديما بتعشق الطبل والزمر، تعودت عايشة معنا من سنين. ديما؟ نعم. ديما انت منيحة؟ اي عمران، كنت شاردة شوي. بتكون تعبانة من كتر الشغل لأن عم تحضر شو بيلزم للحفلة. ايه طبعا كتير مشغولة، كل نهار برات البيت. انت مو تعبانة، من شو مزعوجة؟ ما في شي عمران، لا تقلق. الطقس حلو كتير، خلينا نطلع الأولاد على الجنينة. مراد لازم يرتاح بلا ما ينتكس. طيب ديما؟ نعم. انت من مبارحة مزعوجة ومتضايقة، مالك على بعضك؟ في شي بتحبي تحكي لي؟ مين اللي مضايقك؟ حدا حكى معك شي؟ تحضيرات الحفلة وترتني عمران، بدي نخلص منها بأسرع وقت. ها منيح شفتكن قبل ما أطلع. طالعة أمي؟ إيه بدي أطلع. حابة روح أعزم أسيل خان ومودي للكرت وأعزمها على طهور مراد. تعرفون جماعة حساسين كتير بهالمواضيع، هاي مو حلوة. طيب وأنا بدي روح، خليني وصلك. لا لسه عندي كم شغلة بدي ركزهم. روح أنت، أنا باخد الشوفير. طيب. قلبي خلقتك قدام عمران كرمال الله. ما فيني اضحك طول ما رفيف قريبة من بيتي. اسمعيني بنتي، عمران بيسكت بالاول وبيطول باله، بس بالاخير بيضل وراكي ليعرف شو اللي مغيرك. امبارح ما نمت ولا لحظة، لو سمحتي لا تضغطي علي. انا رح روح هلا وافهم كل السيرة، بس كرمال الله انت عيدي بهالجنينة وحاولي تفكري بهدوء ولا تتعاطي مع اي حدا هون، ماشي؟ أنا بعرف كيف أطرد هدول الحشرات من حياتنا بطريقتي، ما رح أسمح لهم إنه يدمروا عيلتي مرة تانية. يلا أنت ارتاحي هلا. يا الله ساعدني دخلك كرمال ما تأخذ عمران ومراد مني. أنا لازم لاقي شي حلو بسرعة كمان. فكري 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 فكري. فيك تقولي لي انتو شو عم تعملوا هون؟ رح تحكي لي كل شي وبسرعة. روح اندهي لبنتك. نحن مالنا مجبورين نشرح ونقول نعمة خانم، الزمي حدودك وتركينا بحالنا. ظهرتوا من جديد، ظهرتوا مشان تدمروا لي حياتي وحياة ابني. لك ما كفاكن اللي عملتوه فينا بالماضي؟ بس هلأ ما رح اسمح لكم. فوت اندهي لبنتك. رفيف مو هون، طلعت مع زوجها على السوق. قلتي لي زوجة؟ فهمتي منيح نعمة خانم؟ سمعتي يلي قلت لك يا؟ إذا ما فهمتي لأرجع عدلك. بنتي رفيف ومحمود انكتب كتابهم وعمران نسيته،
وهلأ خدي ابنك وكنتك ديما العزيزة بليون وشربي ميتن بعدوا عنا وعملوا شو ما بدكن. تجوزت؟ عادي. شو عملتي؟ حكيتي معهم مرت عمي؟ شو مشكلتهم؟ خليني أخذ نفسي وأقعد. الدنيا شوب كتير. تعرفي شو طلعت هي مشكلتهم يا بنتي؟ مصاري. طلبوا منك مصاري؟ ندفع لهم قد ما بدهم، حتى أنا رح أدفع لهم، بس المهم إنهم يطلعوا من حياتنا. لا بنتي لا، لما تأكدوا إنه ما رح يطلع لهم شي من عيلة يوروقان. بتعرفي من مين تجوزت من المصيبة؟ محمود. بتتذكري محمود البلوي؟ راحت رفيفة تجوزته كرمال مصرياته. من محمود؟ إيه؟ كتبوا كتابه. لا بقى تخافي بنتي، ما رح تجي وتنزع حياتك وما رح تنزع عليكي سعادتك. البنت مشكلتها ما كانت عمران ولا مشكلتها الصبي. شو طلعت مشكلتها؟ مصاري مصاري مصاري. بس معنا ما طلع لها شيء. ضحكوا عليكي نعمة خانم. رفيفة بعمرها ما بتتزوج من محمود. أنا بعرف كتير منيح إنها مستحيل تقبل. عم يكذبوا عليكي، عم يخططوا لشي. قالوا لك هيك لحتى نتركهم بحالهم. وقفي بنتي لوين؟ يا ربي دخيلك، لك من وين إجتنا هالمصيبة هلأ؟ انت ست ذكية نعمت، مثل ما كشفتي يوم من قبل رح تقدري تكشفيهم هلأ. بما انه في بحديثهم شي اسمه خطط ومصاري، معناها في شي عم يصير. يا ترى هدول شو عم يخبصوا؟ وبالآخر رح يعلقوا مع بعض. انبسطتي هلأ وهي نزلتي معنا على السوق؟ انت يلي نزلتك معنا طعمة، هذا شغل نسوان، كان لازم تضل هون ونحن نروح على السوق. اسكتي يا رفيف. انت لشو بدك توصلي؟ على مين عم تضحكي؟ نلعي من خلقتي قبل ما يطلع خلقي ومد ايدي عليك يا مشكلتك مصاري؟ قديش بدك تمن ساعاتي بدفع لك؟ بس انت تركينا بحالنا وروحي من هون.